في هذه المواجهة التي تجمع هذا المساء بين إنتر نواكشوط والكونكورد، فريق الوئام وأزرق العاصمة نواكشوط المقبلة، لأن مرحلة الإياب الآن انقضت منها تقريبا 6 جولات، وفي البقية عمر مبارك إلى جبريل إلى من؟ إلى دريساتياب والعديد كذلك. هنا الكرة الأولى خطيرة بعرضية لكنها سالة بين أحضان حارس المرمى، سالة بعد ذلك استلام من جانب أبو، الكرة طويلة نحو الأمام خطيرة لفريق الكونكورد، حذاري 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 حذاري، وهدف المباراة الأول لفريق إنتر نواكشوط. الخيول تسجل أول هدف المواجهة، إنتر نواكشوط يتقدم بأول هدف اللقاء. إذا تعود لفريق الكونكورد محاولة، فرصة للكونكورد، تسديدة قوية، ولكن حارس المرمى أمادو فال يتألق ويبعد الكرة الماضية. فرصة كانت خطيرة جدا لفريق الكونكورد، لقطة كانت قريبة جدا لفريق الكونكورد، ولكن صفر بعد لحظات. نعم، وفي هذه اللحظات سيدتي سادتي أنساتي حكم اللقاء يعيش أفضل فتراته وكان يمتلك عديد النجوم. خطيرة الكرة، هنا التعادل لفريق الكونكورد في هذه اللحظات. سامبا ديوب يخطف التعادل برمشة، وفي غمزة يسجل الكونكورد هدف التعادل في هذه اللحظات. سامبا ديوب يعدل النتيجة بعد غمزة وفصل فصل طبعا الخريف على 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 أوجوه، على الثاني، ولكن حالة تسلل بإشارة من مساعد الحكم الثاني. التغطية الدفاعية خطيرة الكرة، هناك المتابعة، هناك الفرصة، هناك الثاني، هناك الثاني، هناك الثاني، هناك الثاني، ثاني 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 الثاني لفريق إنتر نواكشوط في هذه اللحظات، يشير إلى إنهاء الأمور، يشير إلى أن الأمور انتهت، وإلى أن الخلاص انتهى، وإلى أن هذا الهدف الآن ليس فيه أي شيء، وليست فيه ليس فيه حالة مهاري. هذا عبد الرحمن، كرة بعد ذلك تصل، لكن مشكلة عبد الرحمن بأنه لا يمرر في التوقيت المناسب. كرة الآن تعود لفريق إنتر، تسديدة قوية، الثالث لفريق إنتر، تنكر بالقاضية، تنكر بالقاضية، وبتسديدة قوية خادعت الحارس وخادعتنا. يسجل حكم المباراة بعد لحظات، سيصفر نهاية هذا اللقاء. عرضية الآن بعيدة برأسية ولكنها تبعد وإلى خارج أرضية الميدان. الحارس تقنية ثالثة، الكرة الآن تلعب الآن. نعم 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 نعم، في هذه اللحظات سيداتي سادتي أنساتي الحكم يشير إلى نهاية هذه المقابلة.